هل يجوز للولد أن يقاضي والده الذي ظلمه ظلما واضحا بينا؟ نعم يجوز له أن يقاضي والده، سواء عند لجنة من المصلحين أو عند القضاء. ما الدليل على ذلك؟ من الأدلة على ذلك أن يزيد والد معن بن يزيد وضع صرة من المال في المسجد لأول داخل، فدخل ابنه معن فأخذ الصرة ورجع إلى البيت، قال من أين أتيت؟ قال من المسجد. قال أنا ما قلت إنها لك، لم أعنك يا معن. قال أنت قلت الأول داخل وأنا دخلت أول شخص وهي لي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحاكم إليه، قال لك ما نويت، لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. أيضا كان بين عمر وابن عمر خلاف، في ماذا الخلاف؟ كانت تحت ابن عمر امرأة يحبها وكان عمر يكرهها، فقال عمر طلق، قال ما أطلق. فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع النبي منهما، قال لابن عمر أطع أباك، أطع أباك. الرجل كان، ذكر بعض العلماء أنها كادت أن تشغله عن الصلاة، صلاة الجماعة، وكادت أن تشغله عن صلاة الجمعة، هذا قول لبعض العلماء. فعمر كان رشيدا وجد الولد صيضيع، فأمره بفراقها. وأيضا ذكرنا قصة من قبل سندها صحيح، أن ابن عمر ذهب إلى الكوفة، فبعد أن قضى أعماله فيها ذهب يسلم على أبي موسى الأشعري أميرها من قبل عمر، فقال أبو موسى خذ هذا المال مال زكاة وصله لأبيك عمر، ممكن تتاجر فيه وتبيع الأشياء في المدينة وتسلم المال للوالد بيت المال. ففعل ابن عمر، أخذ الفلوس هو صاحب له يوصلها لعمر، اشترى بضاعة من الكوفة وذهب بها إلى المدينة يبيعها، ذهب بها إلى المدينة يبيعها، باعها وربح وسلم، أخذ المال وسلمه لعمر. فبعد مدة رأى عمر على ابنه أثر الرياش متريش، قال ما هذا، من أين أتيت بهذه الملابس الجيدة؟ فحكى له القصة، قال لا، كل هذا المال لنا، رد كل المال، رد كل المكسب، هذا لبيت مال المسلمين. قال يا أبا أنا أعطيتكم أموالكم، أعطيت بيت المال أمواله. قال لا، هذا ليس لك فيه شيء، رد المال كله. فتحاكموا إلى مجلس شورى عمر، فقضى أن ابن عمر كالمستثمر له نصف الربح ولبيت المال نصف الربح. والله أعلم.